أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج تعلم ألحان كنيستك. لحن النهاردة لحن بيتقال في نص الليل، العالم نايم لكن أبناء النور بيسبحوا بيه. لحن عميق وجميل وطويل، لحن بنسبحه لربنا اللي نجى الفتية الثلاثة من أتون النار من حوالي 3150 سنة. لحن النهاردة هو لحن تنين. لحن تنين بيتقال في تسبيحة نص الليل بعد لحن أريبصالين وقبل لحن تنقوهن سوق. كان في الطقس القديم بيتقال في شهر كيهك وليلة سبت النور بس، لكن دلوقتي بيتقال في تسبيحة الحد على مدار السنة لو كان في وقت، لكنه ما زال من الألحان الأساسية في تسبيحة شهر كيهك وليلة سبت النور. اللحن عبارة عن خمس أرباع، الربع الخامس عبارة عن ختام للحن، يعني ممكن نقول انه عبارة عن اربع ارباع وجملة ختامية. الربعين الاول والتاني مكتوبين باليوناني ما عدا بعض الكلمات القليلة جدا اللي مكتوبة بالقبطي، زي كلمة تنين اللي هي اول كلمة في اللحن وهي برضو اسم اللحن. الربعين الاول والتاني هما الربعين المشهورين اللي معظم الكنايس بتسبح بيهم، وعلشان كده ان شاء الله هنستلمهم مع بعض. الربعين الثالث والرابع مكتوبين بالقبط البحيري والقبط الصعيدي ومش منتشرين قوي في الكنائس والأديرة. أما جملة الختام فهي مكتوبة بالقبط البحيري. ودلوقتي خلونا نبتدي مع بعض لحن تنين. جزء جزء او الحته اللي ورايا تاني. على بعض تاني. يعني زي الأولانية بس بتتقفل بطريقة مختلفة، تبقى طويلة أو مريحة شوية في الآخر. بعد بقى الحتة اللي خدناها النهاردة تاني. ايه 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 ايه
ودي بتكرر مرتين فتبقى كده. يلا. الجزء ده قبل ما نكمل عايزين نجيبها من اولها Yeah.
كمان مرة. بعدها ايه بقى؟ اي
مختلفة. الأولانية كانت اي 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 اي، دي الثانية اي 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 اي، ماشي دلوقتي كده اي 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 اي، كمان مرة اي 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 اي. الجزء ده على بعض لسه ما خلصناش الكي، بنكملها كده تين ها تين، كمان مرة تين لوجي كي بعض كلهم اي 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 كمان مرة اي 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 اي، مع الجزء اللي قبلها بقى حتى قبلها تاني تين لوجيكي كمان اي 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 اي، يعني الحته اللي قبلها ايه اي 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 اي، كمان مره مع الجزء اللي قبلها تين لوجيكي اي 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 اي
اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي بالكوا ازاي؟ يعني مجموعتين كل مجموعة عبارة عن ثلاث هزات، المجموعة الثانية أوطى من الأولانية. أي 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 كمان مرة. أي 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 كمان مرة. ما ننطقهاش، تكملتها هتبقى في السيخن اللي بعده. اي 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 يبقى مع الجزء اللي قبلها. اتي الله من اول اللي خدناه، من اول لحن تنين لغايه الجزء بتاع النهارده، اول استيخن. Yeah.
نكمل مرة جاية. لحن تنين من أروع ألحان الكنيسة، ولما بيتقال بصوت خورس مع بعض بيديله قوة وروح بتخلي الكنيسة سما على الأرض. علشان كده ياريت الشمامسة كلهم والشعب كمان يحاولوا يحفظوا اللحن الجميل ده علشان الكل يسبحوا مع بعض ويكون سبب تعزية للشعب. حلقة النهاردة كانت بداية لحن تنين، لكن لسه في 3 حلقات كمان علشان اللحن يخلص. ياريت تقدروا تواظبوا معانا في الحلقات الجاية علشان تكون الاستفادة كاملة. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم ألحان كنيستك. If you enjoyed our program today and would like to support this growing service, please include us in your prayers. If you would like to make a donation to keep us on the air, please send us an email to the following address: webmaster@copticheritage.org. God bless you.